بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمنتصف الأمل لكرة القدم فجيش النشاط يعتبر أول من نوعها منذ تأسيس النس. النشاط هي عبارة عن رحلة ترفيهية ورياضية نقيت دي غامين المدن المحمدية والدار البيضاء، وبين أبرز الأنشطة نقا المقابلة ضد شباب أطلس محمدية وفريق أحمد فارس، وكذلك نهار أيضا المقابلة ضد الاتحاد البيضاوي منتصف الاتحاد البيضاوي. الأنشطة هي على المستوى ضم قران بتبعات الحال برنامج توعي الرشين المدرسة لعام الزوال، وهو الاعتماد خصيصا يعني التدرج مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى نقتصى أنه فرق محلية ومدارس محلية، ثم انتقل على المرحلة الثانية ومرحلة ثانية أول مرحلة التنتينية، ونتمنى إن شاء الله أنه في حالة ما الأمور كانت على أحسن ما يرام فالمستوى المجموعة مالته هو يقعد نيبونتن، فأدرين المقابلة أحسن عن ديوسي إن شاء الله ونشي ما خصو ونحرق المراحل بسرعة. نبقى أقل مجموعة غانغ المدرسة نبقى كيس الأطفال نبقى كيس المرحلة مرحلة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لستيف الأمن الأطفال هيا وتوفيق جميعا إن شاء الله.